انت والاخوان الموجودين معانا شايفين موضوع القمح ازاي؟ ازاي نزود المساحة؟ ازاي نضاعف المساحة؟ ازاي السنة الجاية افتح نفسك علشان تزرع بدل ما بتزرع مليون فدان ازرع 3 مليون فدان، بدل ما ازرع 3 مليون ازرع 6 مليون، ازاي اخليك نفسك تفتح للزرعة؟ اتفضل يا حاج. بداية نقول لحضرتك الخطوة اللي خدتها القيادة السياسية بشأن رفع سعر القمح 100 جنيه من 720 ل 820 في البداية، وراح جايب حافز تاني 65 على الأرداب، دي هتفتح نفس المزارع إلى حد ما. إلى حد ما؟ ما. مش لا لا ما افتحهاش قوي على إن أنا خدت حافز. لأن كان المزارع اللي هو من صغار المزارعين لما كان بيزرع نص فدان قمح كان ممكن يروح يشتري شكارة الرد للمواشي بتاعته بأغلى من القمح لما كان بيورد الطن ب 650 وب 700. النهارده لما رفع السعر والحافز النهارده كله هيورد للشوى. يعني الحافز اللي جه ده اللي اتعمل اللي انعمل حضرتك ده هيفتح نفس المزارع على ان بدل ما انا اخليها عشان ادشها واكلها المواشي بدل ما اروح اشيل الرده باغلى منها بسعر الكيلو، لا النهارده بقت فيه نسبه وتناسب هيورد. هتلاقي عندك في المخزون التراصيزي بتاعك التوريد هيزيد عن كل سنه.